نرجع إلى الواجب الإنساني الضميري على رجال الأعمال، على المواطنين، على الموظفين، على المسؤولين، إنهم يرفعوا إلى 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 المسؤولين لكل جهة من الجهات. للأسف احنا كل واحد ما يحب يحط راسه في الرمل وما يحب يبلغ ولا يقول انه عندنا المأساة، لكن مين يسمع؟ مين يبلغ؟ ولي الامر ما بيوصل. لا مشكلتنا احنا ندس بعضنا يدس فلوسه في الرمل، ربما ما يطلعها، ما يعطيها فلوسه في راسه في الرمل. لا الفلوس والراس، والراس اذا حطيت في الرمل يعني ايضا الفلوس، لانه في بعض الاثرياء يعني ما لا يقدرون قيمه دورهم الاجتماعي. يعني في واحد دائم عقاري يقوله حتى عندنا البرنامج، يقول اللهم ارزقني وارزق مني، شيء زي كذا، بس هو مرتبط يمكن بالدلاله، مو مرتبط بموضوع ثاني. عموما معي على الهاتف طراد الاسمري. استاذ طراد اهلا وسهلا فيك، مبروك الزواج، زوجت ما حضرنا عرسك. خليني بس اسالك عن موضوع مهم وانت يعني متابع لهذا الشان، يعني زياده عدد الاثرياء، زياده عدد الفقراء، تناسب يعني عكسي تقريبا او 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 طردي، من يتحمل زياده عدد الفقراء في السعوديه؟ هل هي الدوله ام عدم قيام الاثرياء بدورهم الاجتماعي او الشركات بالمسؤوليه الاجتماعيه؟ من يتحمل مسؤوليه ذلك؟ اعتقد انه الاثرياء يعني ما نقول انه هذا ذنبهم، يعني ما في الذنب، ممكن يكون بالدرجه الاولى هو ذنب الدوله. احنا لما نتكلم عن يعني مساله توزيع الثروه او العداله في توزيع الثروه، لا نتكلم انه نعطي كل واحد فلوس او نعطي راتب شهري وقدر ما هي توفير قدرات للمواطنين كي يساعدوا انفسهم. يعني حتى البنك الدولي او الامم المتحده غيرت مساله تعريف الفقر من الدخل وربط بالقدرات، انه عرفت الفقر بانه ظرف انساني يتميز بالحرمان، حرمان المواطن من قدرات معينه. زيادة الفقر يعني في الآونة الأخيرة أعتبر أنه من أهم الأسباب فيه أنه عدم يعني وجود تنمية متوازنة، في ضغط صار على الخدمات في المدن، في هجرة من القرى والمناطق ما أعتبرها ناية، بس في كثير من المناطق يعني لا تتوفر فيها الخدمات التي تمكن الإنسان من أنه يعيش ويكسب ويعيش حياة كريمة، يتمكن فيها من انه يعيش بامان، يعني يوفر الحياه الكريمه. لا بس اطراد، يعني احنا نتكلم عن دخل اللي هو 1700 او 2000، احنا نتكلم عن دخل في مدينه رئيسيه، يعني في مدن رئيسيه هذا الدخل فيها. في استراتيجيه الفقر هي من عام 2005، هي حددت الفقر المطلق في المملكه بتقريبا انخفاض مستوى الدخل للفرد على 3100 او 3800 ريال. يعني اللي هذا الفقير، هذا الفقير اطراد، لكن الفقر المقذع اللي هو 1700 فما دون، يعني المطلوب هو اعلان يعني خط الفقر الوطني، لانه على هذا الخط وعلى هذا الرقم تبنى الكثير من الاستراتيجيات. انا اسال لماذا التحرج من الاعلان يعني عن هذا الرقم؟ يعني كثير من الاستراتيجيات تبنى على خط الفقر، لابد يكون هناك خط فقر وطني يعلن عنه ويكون واضح، ومن ثم تبنى عليه الاستراتيجيات، ومن ثم يسعى الى توفير الخدمات في المناطق اللي هي تحتاج، ويعني يكون في تعاون ما بين القطاع الخاص وما بين القطاع الحكومي، لانه يعني مستحيل انك تحقق تنميه الحكومة فقط الوحدة تحقق التنمية لم يكن هناك شراكة مجتمعية كاملة. نعم تراد الأسمر، شكرا لك على هذه المشاركة. أستاذ واصف، يعني قدرت أو الاستراتيجية الوطنية لمعالجة الفقر في بياناتها أن المواطن الذي يبلغ دخله 1700 يعتبر كما ذكرنا في البداية تحت خط الفقر، بينما 3800 يعتبر فقير. طبعا هنا بسألك عن دور القطاع الخاص في الحد الأدنى من الرواتب وأيضا الجهات الحكومية، لكن أيضا أود أن أسألك عن موضوع آخر، وهو أن التقارير الصحفية تقول أن الثروات الشخصية للأثرياء السعوديين تتجاوز 250 مليار ريال. يعني السؤال هنا، يعني ألا ترى أنه من الضرورة أن تتحرك الحكومة لإجبار هؤلاء على المساهمة أو إعادة وضع تصور لموضوع الزكاة
أو في أمور أخرى طبعا يعني ممكن تعمل في هذا الاتجاه. طبعا إذا قلنا كلمة ضريبة يعني راح تخرب مالطا يعني ويحطونا في مسار آخر، ولكن في رجال أعمال يتهربون من الزكاة داخل السعودية ولكن يعني يدفعها زي الشاطر الضريبة في أي بلد آخر سواء في أوروبا أو غيرها في استثماراته أو أرصدته. والله أنا يعني أولا قد أختلف أنه الناحية هذه تضبط فقط من ناحية رجال الأعمال أو الدولة فقط أو الطبقة نفسها. الفقر بيختلف في نسبته من بلد إلى بلد، ودخل الفرد قد يكون في جيزان ما تكفي 3000 ريال في الوقت الحاضر، لأنه ارتفاع الإيجارات أصبح السكن بيكلفه شيء عظيم، لأنه السكن نادر الآن في جيزان، بينما يجي في جدة يقدر يعيش بها في سكن أحسن من جيزان، موفر السكن. فهنا مقياس آخر. نرجع إلى مسؤولية مين؟ المسؤولية مسؤولية اجتماعية، مسؤولية المؤسسات، البنوك، الشركات، الدولة، الأثرياء الموجودين في البنوك والأثرياء اللي ذكرتهم. لو أنت أخذت هذه النسبة وضعوا للمسؤولية الاجتماعية 5%، خلي هذا حق الله 2.5%، ما ندري عنه بيطلعوه ولا ما بيطلعوه. أنا لو طلع 5%، ليش ما ندري؟ لازم ندري لازم تقيم الأرصدة، يكون في نظام، يعني يكون في نظام، كان عندنا ما نخلي الأمور بالسبحانية ما ينفع. يعني يا أستاذ التجار سابقا ورجال الأعمال كان عندهم قيم وعندهم إيمان وعندهم عقيدة. لا احنا كده بندخل في صراع الأجيال. القيم وهذا ممكن تكون موجودة عند ناس موجودين اليوم وممكن ما تكون موجودة عند ناس سابقين والعكس، لكن احنا هو لو عنده الحل قيم وأخلاق الحل الوحيد هو النظام. أنا أقولها من هذا المنبر يا أستاذ، أنا أقولها من هذا المنبر، لو عنده قيم وأخلاق هذا المليونير كما كانت قبل 50 سنة لبنى من الأربطة والأماكن المجمعات المدارس، كانوا يبنوا مدارس وكانوا يبنوا أربطة للفقراء وكانوا للأيتام، هذه كلها كانت عن مسؤولية اجتماعية. فين هذه الآن من رجال الأعمال؟ الآن كل واحد عنده بالكيلومترات. طيب ويجي يقول له أدينا 10,000 متر. أشكرك لوضع عمل مجمع. أشكرك ضيفي من جدة رجل أعمال الباحث في الشؤون الاجتماعية السيد واصف كابلي على مشاركتنا من استديوهاتنا هناك.